يو ساينس، صباح الخير عليكم. مهم لينا كون في رياكسون جديده كيف رياكسون البارح، تراك ديال دراغانو فيتشرينغ مانيل ديال لولي ديز. دابا تحط تقريبا شي 14 ساعه تحط البارح، واليوم ان شاء الله ندير لي رياكشن. اكثر حاجه عجبتني في التراك هو العنوان اللي مكتوب فيه دراغا جالس في دارو، وهادي كيحطها كاع لي تراك دابا اللي كيحطو. مهم هذا هاشتاغ هذا كنتمنى كاع الناس يبقاو يديروا، لان هاشتاغ زوين وكيبين الناس كلهم جالسين في ديورهم. ما نطولش بزاف، ندخلوا في الرياكشن. ما تنساش معك واحد لايك سبسكرايب شير لا فيديو مع عشرانك، تزني على انستغرام تلقاها في الديسكريبشن، بارطاجي لا فيديو مع عشرانك، وإلا فايس كاملين بانال. اهم حاجه في هادشي كامل هو تشارك في القناه. نشرحوا اول حاجه العنوان اللي هو لولي دايز. لولي دايز كتعني الايام الوحده، وكيعني بها الايام اللي ما كيكون فيه حتى واحد وما كيساعدو حتى واحد وكيكون عايش بوحدو. هذا اللي بغى يعني بها لولي دايز. المهم خليونا نبداو هاد الرياكشن. المهم فهاد البارتي هادي يقول ان هاد المزيكا مصوره فقط غير بالايفون، وكاين خدامين الارتيست اللي خدامين فيها كل واحد من المدينه. كاين اللي من كازابلانكا، وكاين اللي من مراكش، وكاين اللي في مدينه كاين في دوله فرنسا في باري. بالسبب كونفيرمو اللي كاين صعيب انهم يتجمعوا وخدموا هاد الالبوم هادو مشتين وكل واحد في مدينه. في هاد البارتي تاهي عجبتني واحد النويطة، ارت ويل ويتسند ذا تشالنج اوف كوفيد 19، واللي كتعني ان الارت ما يقدرش تحبسو التحديات ديال كوفيد 19. دراغانوف فيتشرينغ مانيل لوفلي دايز. Travels every day. Can't think of carry day. The world got treated me, baby. It's good to be home and in your baby. Oh, وقت مشات وخلاتك بوحدك. Oh, it's good to be on top of school. مهم فهاد البارتي هادي كان كيعاود فيها دراغانوف الايام اللي كان كيعيش في الوحده، الايام اللي كان كيعيش بوحدو، واللي كانت فيه الايام اللي صعيبه اللي كتعني لوفلي ديز. وفي الاول عجبتني واحد التقنيه ديال التصوير دات بحال شكل ديال تايم لابس، يعني من الليل حتى الصباح في نفس البلاصه اللي كاين فيها هي البالكون. وما نساوش ان التراك مصور غير بايفون. لوني كنت فكر غير فداك شي سوين لي داز مكتوب كل شي ليا بناوة بكتوب صوبة مكتوب تكاشي لو تحكتو ما حملوش تكال بلايس مفلي تايش مالي دايش. مهم وفي هاد البارتي هادي عجبتني واحد النويطة ديال الكذوب، وكان كيقول فيها ان الناس اللي كيكذبو عليه هما اللي خلاو يعيش هاد الوحدة اللي عايش فيها حاليا. كيفي ليا لا دراغانوف لا منال لعبوا على التوب لاين بزاف في هاد التراك هذا، وحتى الكتابه يعني عطاو اهميه بزاف لهاد البارتي اللي كانت كدوي فيها منال. كانت كتقول دوي حتى هي على الوحده اللي عاشها والوحدانيه، وكلهم كيدويو على نفس الامر. لوني
كنظن ان دراغانوف كان مدينة كازا ومنال كانت مدينة مراكش، وكان واحد الفرق بيناتهم انهم ما كيبانوش بجوج نهائيا في الكليب كامل، يعني كل واحد كان كيصور بلاصه وكانوا خدامين كيدويو بعضياتهم باش يجيبوا دي شوت اللي قاربين بعضياتهم. المهم طراك هاد لينا سهله، الى عجبكم ما تنساوش واحد لايك سبسكرايب بارطاجي لا فيديو مع عشانكم، ما تنساوش دوزو عندي الديسكريبشن غتلقاو الانستغرام ديالي تما دخلوا فولو. اولا اكثر حاجه درت انتباهي حاليا هي ان البلاصه اللقطه اللي كانوا كيصوروا فيها ديك اللقطه اللي جات مقلوبه، وهاد اللعيبه كاينه حتى في تيك توك، الناس اللي كيتفرجوا في تيك توك راه عارفينها، وهادي غير خدعه بصريه كما كيقولوا، وكيكون هو اصلا مقلوب باش كيجي الماء كيتخوى في الشكل اللي هو جاي مقلوب. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. حمزه خيمتي كان معكم في هاد الرياكشن، تلاقاو في رياكشن جديد.